النجمة فاطمة الحوسني هي ضيفة هذا اليوم من كواليس النجوم. أهلا وسهلا فيكي بلوكيشنك. حبيبتي أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وهذا شرف أنكم أنتوا تيونا من الإمارات لين الكويت. إحنا نفتخر في هالشيء وإحنا تحت أمركم بأي وقت. حبيبتي أنا أول شيء آسفة أني عم بسرقك بمرضك، أنت تعبانة وما كل شيء قاعدة يعني هيك لحتى نعمل نسرق هذا اللقاء اللطيف. تامرين أمر. تسلمي فاطمة. يعني اليوم قلت وندرت وجود الممثلات الإماراتيات بخلي الممثلة وحتى الخليجيات فعليا مش بس الإماراتيات بخلي الممثلة تضطر تتنقل من بلد لبلد تشتغل أكثر من لهجة أكثر من دور لأنه كتير الخيارات قليلة وبتكون محصورة ونادرة. قديه متعب هذا بالنسبة إليك بس قديش هيك بخليك تحسي إنك سعيدة بنفس الوقت؟ هو شوفي بالفعل هو متعب جدا. أنا إذا بتكلم عن نفسي يمكن أنا الممثلة الوحيدة اللي تتقن اللهجة الكويتية والسعودية. طبعا اللهجتين صعب بالنسبة للهجة الإماراتية، يعني إحنا لما نتكلم اللهجة الإماراتية البحتة مش مفهومة عند باقي الدول يعني. الحمد لله لأن أنا أحب المهنة هذه، أحب شغلي. تحديت نفسي أني أتقن اللهجة الكويتية، أتقن اللهجة السعودية، فهذا اللي خلاني أنا أضطر أشتغل في الخليج بأمانة يعني. وبداياتي كانت مع الأستاذ طبعا المرحوم عبد العزيز المنصور. أذكر في عمل اشتغلت بيت سكنه سمرة كان يقعد لي على النقطة على الحرف. أنا كنت أجيد بس في بعض اللكنات يعني تعرفين عندنا غير عندهم شوية. اليوم نحن بعمل تراثي كويتي مش بس على النقطة على النفس بدك تتلاحقي لأنه عمل بيحكي عن مرحلة الأربعينيات. صح. بشكل عام فاطمة ما الفرق بين الكويت والإمارات في ذلك الزمان؟ يعني أنت قارئة وممثلة وبتعرف. ما في فرق على فكرة ابدا، ما في فرق. انا يعني عندي صور حق ابو ظبي بالذات يعني قبل الاتحاد بالنسبه للمباني للتراث حتى يمكن اللبس، يعني حتى اللبس مالنا القديم الحين اللي نلبسه الحين في الكويت اللي ما قبل النفط تقريبا نفس اللبس الاماراتي، ما في فرق. بس احنا عندنا نسميه اللي هو السروال مبادله السروال. اي زين، وتكون ويكون الثوب شوية قصير. نفس الشيء هنا التسريحات العادات التقاليد الحب الولفة هذا كله موجود في الخليج كله مو بس في الإمارات والكويت. أنا من قبل اشتغلت مسلسل الهدامة. أيوة. كان الكاتب هيثم بودي، كان الدور وايد صعب طبعا، كان إخراج الأستاذ اللي دائما يقدرني بامانه ما انسى افضاله علي استاذ محمد دحام الشمري. كنت خايفه من الدور نفس ما جيت هني اول ما وصلت تعرفين في كميه من النجوم، صح، في كميه من العمالقه وفي ناس ما احتكيت فيهم قبل يعني ممثلين فنانين، والدور كان كبير. حتى اول ما جيت طبعا قلت حق الاستاذ المنتج عبد الله بشاري وللكاتب قلت لهم انا خايفه ولو فاطمه انت ايه شو اللي حفزني؟ قالوا لي حلو هالخوف اللي موجود عندك احنا حابينه. قلت لهم امانه، قلت لهم خايفه لان مو عشان الفنانين ولا عشان الكاميرا، الدور قلت إلا أثبت نفسي، لازم أثبت نفسي، دام إن الجماعة أعطوني ثقة لازم أنا أكون قد الثقة هذه. وفعلاً فأنا لما جيت قريت وشفت دور فوزية حبيت الشخصية هذه، حبيتها يعني عشتها. طيب شو الصعوبة في أداء هذه الشخصية هون بهذا المسلسل؟ هي مو كثر هي صعوبتها بال شنو اقول لك بالحاله اللي تمر فيها. هي مش بالاداء يعني، عندها مشاهد متفرقه في كل مكان في البيت يعني حاله برا حاله، ما ابغي اقول وين الاماكن عشان ما احرق. تخيلي في البحر حاله، هذه الحالات بروحها يعني لازم تكون غير
سواء بالاداء رياكشنات. انا عندي هني يسمونهم زهريات اللي هو الشعر البسيط اقولها. انا صار لي طبعا في المجال يمكن تقريبا 29 سنه بدخل 30 سنه، من زمان طويل ما اشتغلت او ما حسيت بالراحه النفسيه مثل هذا العمل بامانه. انا حاسستها من اول ما فتت على اللوكيشن، هي ثالث مره بجي وانا عندي احساس انه تحسي حالك ببيتك بعيدك. بالضبط هني البنات الشباب من اللي صب الشاي لين المخرج بامانه. يعني انا في البدايه لما جيت كنت متخوفه، ان حتى ان كان شرطي الوحيد ان عندي بريك يومين ثلاث لازم اروح اشوف البيت العيال، من كثر ما هم مخلينك يعني مخجلينك وكل طلباتك مجابه مو قادره تقولين ولا كلمه. احييهم طبعا والله يوفقهم، وشكرا للاستاذ طبعا ابو فهد استاذ عبد الله ابو الشهري استاذ مناف المخرج على الثقه الكبيره اللي اعطوني اياها. عمل متعوب عليه، عمل مصروف عليه بامانه، وفي كميه من النجوم، فما توقعت اني انا اكون في هالعمل بهالراحه النفسيه. شوفي رغم اني انا مريضه، وامس صورنا مشهد ماستر، ما راح اقول لك وين مشهد ماستر، من كثر ما انا احبه ناسي المرض. تخيلي الراحه النفسيه. نتمنى طبعا هذا الكلام ما قلته من فراغ، اتمنى من كل المنتجين انكم تتعبون شويه على العمل، سواء ممثلين سواء ديكور، خلوا الممثل يرتاح عشان الممثل يعطيكم. صحيح، نحن هذا اللي بنفتقده اليوم بالوسط الفني. بالضبط، هذا اللي احنا مش يعني مش موجود عندنا. يعني مع احترامي باقي المنتجين، لما تيجي تشتغلين عمل، انا شوفي انا من النوع اللي اشتري الدور، يعني ممكن هذا العمل مو اجري بس انا حبيت الدور اشتريته. ممكن في اعمال يا قاعده تنعرض علي عمل ممكن يكون الدور اوكي حلو كذي، بس لما انت تيجي تنتج اول مره انا ممكن اوقف معاك كاخ كاخت، انت اخوي، بالذات اذا كنت وايد معي كلوز وزميل وكذي عارفه، بس مو بعد عملين ثلاثة أربعة. المشكلة إن يعني صايرين راحونا 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 راحونا. طيب أنت لما تقص نص أجر الممثل وفوق كل هذا ما في تقدير بأمانة. يعني إحنا في ناس كثير يعني تساهلنا معاهم وقت العقد، طيب تعال نسق لي، تعال اعمل لي، تعال سوي لي، ما في. طيب اوكي رغم انك انت راضي بالاجر هذا والدور ها عشان تقول يلا بتجامل، لا. رساله ابي اوصلها، فاطمه الحسينيه مو هي فاطمه الحسينيه، يعني الحسني اللي كانت تقبل اي دور، وانا حطيت هذا الشيء في بالي. انا ما اتكلم عن البطوله، اتكلم اذا ان شاء الله ضيفه شرف، بس اذا ما يكون في اكشن في حدث ما اشتغل. اما بالنسبه للاجر اذا كان الدور راح يخدمني بكره ما عندي اي مشكله. بتعرفي انا اول شيء مبسوطه انك حكيتي بموضوع اللي له علاقه بالوسط الفني وما يحصل اليوم. يمكن اول مره ممثل خليجي او ممثله خليجيه بيحكوا عن هذا الموضوع. ممنونه انك انت اعطيتينا الثقه لنحكي بهذا الموضوع، وانا بتمنى انه يوصل صوتك، لانه هي مو بس ازمتك انت، هي ازمه الوسط الفني العربي حاليا. بالضبط بالضبط. ويبدو نحن عم نعاني منها وما عم نقدر نخلص منها، بس لما بنحكي عنها على الاقل العالم بتعرف الصحة من الغلط. شكرا فاطمة. والتلفزيون على فكره يدفع يعطي، دائما يقولون التلفزيون ما بس انت لما تبي توفر وفر ربع، لا توفر النص. انت ريح ممثلينك. طيب انا قاعده ببيتي سكني وسيارتي، ما راح اكلفك اي شيء، ولا فندق ولا بوكيت ماني ولا اي شيء. ليش طيب رغم كل هذا تنزل من اجري والدور مو لهناك؟ انت تجيب من برا تعطيهم دور. صح. دائما اقول الكويت، يعني شوفي العمل هذا بطوله مطلقه. صح. الكل ماخذ حقه، انا حتى اول ما جيت قلت حق الاستاذ الكاتب محمد انور، قلت له العمل مكتوب بطريقه وايد حلوه
والكل بطولة، كل أخذ حقه، الكل ماخذ حقه. وأحب أشكر طبعاً أستاذ محمد أنور الكاتب، الستاف كله 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 كله، من اللي يصب الشاي لين أكبر واحد، عندهم يعني عندي بالنسبة لي كلهم سواسية، كلهم إخوان، وهم يحبوني وأنا بعد أحبهم، وأنا مرتاحة والحمد لله رب العالمين. شكراً فاطمة حبيبتي. عفو.